وماذا تقول عن تطورات الأحداث في السودان ومن خلال المشاهدة لمليونية 30 أكتوبر؟ السلام عليكم، أحيي الشعب السوداني وأحيي شهداءه وأحيي جرحاه وأحيي أسرانا اليوم عند أيدي القتلة من كلاب برهان ميتي. ندائي إلى الشعب السوداني أن يواصل سلميته، أن يواصل نضاله، أن يواصل سلميته حتى النصر. نحن نود أن تعطينا تحليل وتعطينا رأي يسهم في هذه التغطية، تفضل. نعم، نحن الآن يوم عظيم من أيام الشعب السوداني. الشعب السوداني معلم الشعوب الثورات. حينما ثرنا في 1964 1985 و2019 كنا نعطي دروس كيف تكون الثورات، كيف تكون السلمية. إذن من السعودية ننتقل إلى بريطانيا ومع رانيا كذلك. رانيا مرحبا بك، وكيف هي المشاهدات وكيف هي المتابعة من خلال الشاشة للأحداث في السودان؟ ألو رانيا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أولا أترحم على شهداء الثورة المجيدة، ثورة ديسمبر المجيدة، حتى آخر شهيدين سقطوا هذا اليوم، وللمصابين والجرحى عاجل الشفاء بإذن الله تعالى. وأحب أقول للحكومة، حكومة العسكر على رأسها البرهان، أن الثوار وشارع السوداني هو من أتى بهم إلى السلطة، والشعب السوداني قادر وبكل جسارة وبكل إرادة أن يقيلهم عن هذه الكراسي وهذه المناصب المتشبثون بها، وهذا بإذن الله ليس ببعيد وهو في القريب العاجل. والدليل ملايين السودانيين في الخارج وفي الداخل الذين خرجوا يطالبون بحكومة مدنية ديمقراطية، وهو حق مشروع لهم، حكومة مدنية فقط على العسكر برئاسة البرهان وحميتي وكل من والاهم، أن يفهموا ويعوا الدرس تماما. الشوارع لا تخون، الشارع السوداني لا ولن يخون شعبه. هم نفسهم الثوار الذين أقالوا القاتل الفاسد عمر البشير الذي استمر على سطوة وسلطة الحكم 30 عاما، قادرون على تحقيق المدنية والعدالة في ربوع السودان بسلميتهم بأصواتهم، وهم يخرجون الآن أمام العالم كله عزل لا يملكون غير أصواتهم، يواجهون الرصاص الجنجويد بصدور عالية بكل بسالة بكل شجاعة، وهم يطالبون بحق مشروع سلمية مدنية ديمقراطية. الشعب السوداني يستحقها. الثورات ليست بجديدة على الشعب السوداني، الشعب السوداني علم العالم الثورات منذ عشرات ومئات السنين. الحرية والعدالة نطالب بها وسنحصل عليها بإذن الله. والآن الشعب السوداني داخل وخارج السودان قدم صورة في الجسارة والبسالة للحصول على المدنية، ونحن حاصلون عليها بإذن الله عاجلا غير آجلا. وشكرا والسلام عليكم.
على جهد كل السفراء الذين عرضوها في دار. We are supporting the Sudanese people right now because we're Sudanese and part of them. We are supporting the Sudanese people right now because we're Sudanese and part of them. صوت أهلنا في السودان صوت السودانيين about لكل الناس اللي حوالينا كويس سواء كان في العمل أو في الكوميونيتيز أو في our cities so our towns we just talk explain to our to them tell them what's going on in Sudan right now okay دي رسالتنا دي الحاجة الوحيدة نقدر نوصلها لازم توقف آلة القتل الآن لازم يوقف ويقتلوا الثوار في السودان بالعربي أنا دكتور سيف الأسد من ميشيغان وجينا اليوم لمظاهرة سلمية تضامنا مع أهلنا في السودان لأنهم هم بيواجهوا هناك العنف من الجنجويد وجماعة البرهان ضد الحكم المدني وضد السلمية بتاعة السودانيين فاليوم التجمع مؤازرة لكل السودانيين في السودان وبنحييهم من على البعد ونتمنى لهم أن ينتصروا على كل الخونة والمارغين والمجرمين الذين أحلوا دماء الشباب والذين قتلوا النساء واغتصبوهم في دارفور وأصبحوا مرتزقة في اليمن وليبيا واليوم التضامن مع هذا الجمع الكريم ومع هذه المسيرة القوية إن شاء الله والذي ينتصر فيها السودانيون على كل قوى الظلام والدول المجاورة التي لا تحب السلام للسودان اليوم برسل في رسالة ضمنا مع السودان ما هي رسالة توجهونها إلى الكونغرس نقول للكونغرس ولكل المجتمع الدولي أننا هنا اليوم للتعبير عن مساندتنا الكاملة لشعبنا السوداني العظيم المجد والخلود لكل الشهداء نحن المجتمع الدولي يلعب دورا أساسيا في
في دعم الثورة السودانية. الآن في السودان هنالك حصار إعلامي تام على كل الميديا المختلفة. نحن نحاول بقدر الإمكان في تجمعنا هذا أن نحاول تكثيف الإعلام لقضيتنا العادلة، وهي إسقاط الإنقلاب ومحاسبة مرتكبيه من واحد، اثنين العودة للمدنية الكاملة بلا نقصان، لا استسلام لا تفاوض بل تسليم لشعب السودان وقواه الثورية. شكرا. تك الشارع تك الكوبري ثانيه بصله. وشكرا جزيلا ايمن بادي.
بس.